رجعنا لكم الخمسة وسبعتاش دقيقة بالضبط على راديو ميد وقاية الدبارة مع أمين هلال للصنافات اللي حايرين في الكوجينة. دبارة ستار دونك كالعادة الوقاية هذايا نبروبوزيو على بون شنو اليوم دخلوا نسال الكوجينة والوقاية هذايا نتصور مرام دخلوا الغدوة مثلا ديما دبارة مهمة حتى بعد غدوة النهار آخر دونك كل يوم نختاروا معنا سبورتيف يعطينا دبارته اليوم معنا اللاعب الدولي السابق اللاعب السابق للنادي الإفريقي خالد السويسي. خالد مرحبا بك. مرحبا أمين عايش خويا عايش وبيك وبجميع مستمعينا مرحبا رمضان مبروك. دونك خلود ساعة قبل ما نبدأ في الدبارة وفي الكوجينة كيفاش عايش رمضان الاستثنائي سنة في الحجر الصحي؟ رمضان الاستثنائي والله كما توانسة كل كما ناس كل معناتها واحد معناتها شفت الوباء هذا اللي جينا البلاد دونك واحد دا ينجم يخرج ينجم يتحرك مو حتى كمش يخرج دونك يخرج باش يقضي ويرجع للدار معناتها ما, ما ما عندك وين تمشي الدنيا كلها مسكره الدنيا كل بلوكي دونك وكاو هذاك من الدار شويه ماكله شويه لعب مع الصغار شويه كهو هذاك هو دونك دياري برشا ما تخرجش ما تمشي جوست للقضيه معناها كان خارجه باش تقضي وكهو اي ولا اكزاكتومون باش تقضي وتعطرش في الدار وكهو اي كهو باهي باهي برشا اكزومبل باهي برشا خالد السويسي في احترام الحجر الصحي دونك اي خلينا ندخلوا للكوجينه تويك اليوم مش دبرت على المدام فما ماكله مش فما ماكله والله مش فما ماكله بون ماكله كالعاده انا الشربه هذيك ما فيهاش لعب عندك الشربه او البريك ما فيهمش لعب ساعه في الدخله دونك الشربه بالفلويد ماك اي لسان عصفور بالطبيعه شنو لسان عصفور ولا شعير ساعه؟ لا شربة شعير شربة شعير شعير في الماء دونك البريكة بالعظمة زادة كيف كيف بريكة بالعظمة بريكة بالعظمة وركز لي على العظمة ركز لي على العظمة ونحن على ذكر العظمة ما كليت حتى عظمة وانت تكور خالد برشا ما يسالش نمشيو للمبعث البلا برانسيبال شنو فوالا بلا برانسيبال عندنا جلبانة بالثوبيا هاي ولا ومع بون سلطه مشويه معناتها اونتر ما بين الشوربه والبريكه والجلبانه توك عندنا شويه سلطه مشويه ساعه ساعه كيف. ترمي قد ما خبز على السلطه مشويه ضربه سلطه ديما نعديو بها اي ولا بالضبط نحن في تونس علاش عندنا مناعه قويه سلطه مشويه في تونس نعديو بها نحن كوني قلت لكم حرحر شويه كي الهريسه كي الهريسه دونك مروه تحب الجلبانه بالسوبيا على الاخر نحب الجلبانه حاجه نحبش الجلبانه ما ناكلهاش بالسوبيا ذقتها مره وحلت وهي متسمي السوبيا كي تقول سوبيا ديريكت تقول مع جلبانه ما فهمتش علاش فما حاجات متسمين على الماكله جلبانه بالسوبيا قبل معروفه عندنا جلبانه بالسوبيا دونك هذا ايش فما في الطاوله شنو الديسير شنو محضر للديسير الحاجات والله الديسير بو بعد عندنا شوية معناتها سلد بتاع واحد فروي توسكي بانان فريز معناتها المغلة اللي موجودة توا بالضبط ولا بعد زيد بعد ديسير نزيدو نرتاحوا شوية بعد كي نزيدو معناتها باش نتعداو شوية للسهرية وكنزيدو معاها شوية مثلا كيك شوية حلو كريمة كنافة راح ولا حلو كان شوي شوي ما تنتلوش شوي شوي باش ما نعبي وهيز هو تبارك الله خالد عبيت على الاخر هكا راهو صحيت هذا شوي شوي دونك هذا التونسي مخمخ في رمضان هو نحب ولا نكره كل واحد يجي رمضان طاولة على اللمة والماكلة ورمضان السنة خاصة نتاع ركشة في الدار دونك سورتو كذا مروة قالت لك هذا ديسير هذا الديسير هذا في الصالات هذا كل معناه الكريمه والكنافه وكل شيء اللي تاكل فيه في السهره بس تتفرج برشا في التلفزه ما دام تخرج والله الحقيقه نتاع ربي نتفرج شويه في الدوب بعد شقل فتره بعد خاطر الحقيقه نتاع ربي عندي ولدي مغروم برشا بالبلاي ما يخلينيش نتفرج دونك مش نلعب معاه في البلاي معناها بلاي انت اي نشد بلاي ستيشن نلعب انا والطفل ربي فضله ربي فضله اي عايشك ولا دونك نتفرج شويه بركه من الاول في بعد شقل فتره هكا هو نتفرج شويه في دنيا اخرى
ولا هذا هو دنيا اخرى بركه معناها من بعد بلاي انت الوحيد ايه. الوحيد اللي ظهر لي الاودينس بتاعك في البلاي سنه في رمضان ولدي هو بتتوسع ولدي يعني خدك تفل مغروم برشا بالبلاي مسكين من كثره ما محصور معناتها في الدار وما يخرجش واحد تعلم البلاي وعلمت له وانا معناتها تعلم البلاي وانا ماش خليني حتى نرتاح جمله هو يعيط لي باش نلعب معاه شكون يربح خال فتره شويه ونلعب معاه وشكون يربح تو والله مره يربحني ما نربح هكا وعلمته علمته ولا يربح فيا هكا وكلوبيس ولا مكشخ الطفل لا كلوبيس جمعية يا خاطر ليه برشا برشا يعطيه الحق انت اعطيته الحريه ولا هو ولا انت ديريجيته للكلوب الحقيقه نتاع ربي هو ما خاطر علاش هو اختي معناتها بون صغير انا طفل عمره 6 سنين راهو معناتها خلط عليا وانا معناتها كي ولا يعرف شويه دونك خلط عليا وانا راني في الـ في الـ في, الـ في الصغار في الكلوب خلط عليا وانا سينيور في الكلوب راني في السينيور دونك معناتها يتبع ولا يعرف معناتها هو واحد الكلوب تربى معايا يعرف الاولاد او يسمي فيهم في الفيستير دونك واحد وحده معناتها الحقيقه بالعرب هكا تطمح نهار ولدك يولي كور في الكلوب خالد ايه علاش ليه هو هكا نافح شويه هكا يحب يلعب يحب يكور علاش ليه معناتها ان شاء الله في الكلوب وان شاء الله حتى البرة معناتها بو حتى الحقيقه بتاع ربي انا ديما التجربه نتاعي للبرة ما كانتش طويله مي ان شاء الله علاش هو علاش ليه معناتها هو من بعد يعمل تجربه مخير تجربه احترافيه مع البرة مخير ان شاء الله ان شاء الله ربي يفضله لك خلود اليوم سمعت يظهر لي الاخبار حول بعد الاجتماع اللي صار البارح بين وديع الجاري وزير شؤون الشباب والرياضه سيد احمد قعلول اليوم تقرر انه البطوله امكانيه كبيره مازال ما نقولوش رسميا لكن المقترح اللي اقترحه وديع الجاري على سيد احمد قعلول هو نهار 10 جوان ترجع البطوله نهار 11 ماي يرجعوا التمارين الفرديه و18 مية التمارين الجماعية رأيك في العودة هذه معناها تقبل العودة هذه فما ناس معاه وناس ضد خاطر خالد على عودة البطولة والله بون انا حسب مرة معناتها حسب مرة طول الظروف اللي في البلاد نتاعنا معناتها الحمد لله يا ربي معناتها الوباء هذايا معناتها ما صارناش كيما فرنسا كيما ايطاليا كيما الصين دونك عرفنا كيفاش نوقفوه في الوقت المناسب حسب رايي معناتها نتصور اللي ممكن دي سي من هنا كيما قلت لك لو دي سي جوان نتصور حتى الحالات معناتها يمكن ما عادش تتطور اكثر من هكا ما عادش تزيد اكثر من هكا فابريتو نتصور هي حتى كم شهر ما باش تكون ويكلو هما الكل ويكلو باش نعطيك التفاصيل زاد ويكلو كان في ملاعب تونس الكبرى معناها البطوله الكل تلعب في تونس ما فماش دي بلاسمون معناها كلهم في تونس ولا اكزاكتو ما باش تزيد تنقص معناتها هذوما حاجات معناتها اللي يزيدوا ينقصوا من تطور من انتشار الفيروس ومن انتشار الوباء علاش ليه معناتها تكمل الشامبيون ونشوفوا نتصور انا حتى وكان معناتها لا قدر الله صارت حاجه ونكور نتاع انه تبدا معناتها باش تكمل معناتها الشامبيون نتصور باش تتقص معناتها ما نتصورش كم شي يكملوا ولا قدر الله ما تصير حاجه باش يكملوا للاخر معناتها مين نصور باهي وموال حتى لخط زاد باش تاخذ راحه تعيد من مارس براتيكمون من عبايه مرتاحه من عبايه بون مرتاحه معناتها مرتاحه معناتها فماش كومبيتيسيون مي نصور يتريني والناس الكل تتمنى الحظر في رواحها مي كومين معناتها كومبيتيسيون ما يعوضها شيء بالنسبه لي انا دوك اوموا تكمل الشامبيونات في شهر ولا شهر ونص نتصور لي علاش ليه معناتها حاجه معناها انت مع دونك واضح خلود مشكور شيء طيب نقولوا لك وسيس الصغرون في البلاي خليه يربحك مثال خليه مثال لا هو يربح فيا بطبيعته بطبيعته عايشك خالد دونك ميرسي خالد شيء طيبه شيء طيبه.